رعى المطران سهيل دواني مطران الكنيسة الإنجيلية الأسقفية العربية في القدس والشرق الأوسط الاحتفال الذي أقامته كنيسة الفادي بجبل عمان لتكريم عدد من أبناء الرعية وأصدقائهم المتبرعين والداعمين في إعادة ترميم وتجديد الكنيسة. وقال القس الكانون فائق حداد راعي الكنيسة إن هذا الاحتفال هو جزء من احتفالات الكنيسة السنوية بعد أن مضى على تأسيسها في الأردن 70 عاماً. وقد حضر حفل التكريم الذي تضمن صلاة العائلة المسيحية عدد من الآباء الكهنة وجمع غفير من أبناء الرعية. احتفالات الكنيسة الفادي بشكل خاص اليوم كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية التابعة لمطرانية الأسقفية في القدس والشرق الأوسط ل70 سنة لوضع حجر الأساس. وفي الفترة الماضية تم التبرع من أبناء الرعية وأصدقاء الرعية حتى تم إعادة ترميمها وتجديدها بالكامل. واليوم جزء من احتفالات الكنيسة في 70 عام أحببنا مع سيادة ونيافة رئيس أساقفتنا المطران سهيل دواني تكريم هؤلاء بصلاة العائلة المسيحية للشكر لله أولا والشكر لكل الذين ساهموا في تجديد هذا البناء وإعادة الترميم حتى يكون جزء من استمرارية اللي أعطانا إياها الله في حياتنا، لأنه إحنا من آمن أنه ربنا مش عماله بيعطينا فقط بناء من حجر وإنما بناء من بشر، والبشر هم من الكنيسة الحقيقيين. لذلك نصلي ونشكر ربنا على هذا العمل اللي بيخلينا نستمر وبيأكد وجودنا وجذورنا في هذا المكان وفي كل مكان ليقوم حتى نكون إحنا أجساد الله وهياكل الله المقدسة ونكون إحنا جزء من البخور الذي نقدمه من أجل عمل الرب في هذه الأرض.